بحضراتكم مشاهدينا الكرام الحوار الثاني في من القاهرة، قانون الجمعيات الأهلية. طبعا احنا متابعين القانون، يعني صدر منذ فترة، ولكن الرئيس في الفترة الأخيرة قال هنعيد طرح هذا القانون للنقاش المجتمعي. هنعرف من حضراتكم من خلال هذا الحوار. برحب بضيوفي، مع حضراتكم السيد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. سيد النائب أهلا وسهلا، منورني. أهلا بحضرتك. كمان برحب مع حضراتكم بالأستاذ جمال حسين، رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائية. أستاذ جمال أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، منورني. أستاذ محمد، سيد النائب، إيه اللي حصل في هذا القانون؟ يعني احكي لي، احنا كان في مشاكل كبيره جدا في القانون، صدر القانون، الرئيس قال هنطرح هذا القانون للنقاش المجتمعي، ماهيه القانون في الاساس؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدي وحبيبي محمد. عليه الصلاه والسلام. في البدايه عايزين نحيي والمجد لشهداء هذا الوطن، وكل التقدير وكل التعازي لاسر الشهداء جميعا، وخاصه يعني اليوم توفى الشهيد العقيد سطع النعماني. الراجل يعني وفاته المنية اليوم في لندن، رحمه الله، رحمة الله عليه. فلازم نوجه لي ولأسرته كل التعازي، ولكل رجال مصر، ولكل الشهداء والشرطة والمدنيين. صحيح. فيما يخص قانون الجامعات الأهلية الذي أسر مؤخرا من خلال مؤتمر الشباب العالمي اللي كان موجود في شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في شابة من شباب المؤتمر المنتدى من دولة يعني أجنبية تحدثت عن موضوع قانون الجامعات الأهلية، وهذا الموضوع يعني أثار لغطا كبيرا في الفترة الماضية. فما كان من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا أن قال سأعيد طرح هذا القانون للحوار المجتمعي. وعلشان نكون منصفين، هذا القانون قتل بحثا في مجلس النواب، وحضروا العديد، وكان في نقد ليه شديد جدا حتى من السفراء الاجانب. ده بعد صدوره، عايز تقول لي لانه قبل صدوره الحقيقه جفف الكثير من المنابع غير المشروعه فيما يتعلق بالجمعيات الاهليه. يعني انا هاذكر حضرتك والساده المشاهدين والاستاذ جمال الضيف الكريم ان كان في كلمه قالها سياده الرئيس ان تم صناعه هذا القانون نتيجه فوبيا حدثت في المجتمع المصري. اقول ساعتك الفوبيا دي كانت عباره عن ايه؟ 2010 كان في ما يعني لا يصل الى 30,000 جمعيه اهليه. 30,000. 2011 الرقم، من بعد 2011 الرقم تصاعد الى 52,000 جمعيه، يعني ما قد يصل الى 50% مضاعفات. انا بقول لسيادتك الكلام ده يوضع بين قوسين، وحضرتك وضيفنا الكريم والمشاهدين يراجعوا معانا الارقام ويعرف ليه فوبيا. طيب الحصر الغير دقيق للمبالغ اللي دخلت مصر من 2011 لغايه 2016 هو 1,711,400,000. ده اللي اتعرف، ده اللي اتعرف. الرقم الحقيقي ممكن يكون 4 أو 5 اضعاف هذا الرقم. كان في معلن من السيده آن باترسون اللي هي السفيره الامريكيه في مصر في هذا التوقيت 2011، قالت احنا بندعم الجمعيات الاهليه المصريه، حوالي 35 جمعيه مصريه، بما يتجاوز 40 مليون دولار. الاتحاد الاوروبي اعلن ان هو دعم الجمعيات المصريه، الجمعيات الاهليه المصريه عدد منها ولم يعلن عن العدد بالضبط كام، من 80 الى 100 مليون يورو. بتسمع ارقام يعني لا حصر لها. السويد مؤخرا دخلت وكان بيتكلم في حوالي 20 او من 20 ل 30 مليون دولار. كان في دعم من جهات عديده جدا من الاتحاد الاوروبي ومن امريكا ومن السويد وكده. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه يعني، وانا بتساءل عن هذا السؤال مع حضرتك وامام الساده المشاهدين، هل عادت هذه المليارات اللي احنا ذكرناها دي دلوقتي بالنفع على المجتمع المدني فعلا؟ طب هرجع للنقطة دي تاني. فضل. خليني ارجع للنقطة بس اروح للأستاذ جمال. فضل. أستاذ جمال، يعني في تقديرك أنت ما هي النقاط الخلافية في هذا القانون؟ وبالتالي يعني ضرورة طرحه للنقاش المجتمعي مرة أخرى. والحقيقة في نقاط كثيرة في هذا القانون أثناء عرضه قبل 2015 وعقب إقراره في مايو 2015. هذا القانون كان فيه نقاط كثيرة، والحقيقة كان كل منظمات المجتمع المدني اعترضت على القانون. أيضا كان اعتراض كبير جدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وده مجلس رسمي، المجلس القومي ده بتاع الدولة. أيضا اعترض على عدد كبير من النقاط، خاصة النقاط اللي هي التمويلات، الفلوس. كان الكل عاوز أن الفلوس تيجي بدون حساب ودون إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات. القانون الجديد عمل إيه؟ وضع الفلوس دي تحت
رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وضع الفلوس تحت رقابة البنك المركزي، وضع الإنفاق يعني بيبقى تحت عيون الدولة ولجان. طب وإيه الخلاف في كده يا أستاذ جمال؟ لا هم مش عاوزين كده. ليه؟ هم عاوزين أن الجمعيات دي تشهر بالإخطار وما دفعش ال50,000 جنيه اللي نص عليها القانون الجديد. قال عشان أعمل جمعية لازم أدفع 50,000 جنيه، القانون القديم كان 10,000 جنيه. هم مش عاوزين حاجات كتير، فكان يعني حالة هيجان كبيرة جدا من كافة منظمات المجتمع المدني، اللي كلنا عارفين ان كان كل واحد عامل جمعيه والزوجه عامل جمعيه والزوجه عامله جمعيه والفلوس بتتدفق، وتم استخدامها في ثوره 25 يناير استخدام سيء لهدم الدوله. هي الفلوس دي اللي دخلت هدم الدوله، ويمكن شفنا قضيه التمويل الاجنبي اللي هي نظرت امام القضاء وشهادات اللي اتقالت فيها وشفنا قد ايه. طيب هو بس عشان افهم مع سيادتك نقطه ونوضح للساده المشاهدين، سيادتك قلت لي ان احد الجهات المصريه الوطنيه المجلس القومي لحقوق الانسان اعترض على هذا القانون بعد صدوره من مجلس النواب، لسيادة النائب قال لي ان القانون قوت البحث في مجلس النواب. بالظبط. المجلس كان معترض عليه على الحاجات اللي انا قلت لحضرتك عليها دي، اللي هي ال50,000 جنيه، 50,000 جنيه، ان الفلوس تمر عبر الجهاز المركزي، المركزي للمحاسبات، وعبر رقابه البنك المركزي الانفاق. طب كانت مبررات المجلس القومي لحقوق الانسان ايه في النقاط دي؟ ان ده المجلس القومي لحقوق الانسان شايف ان الشروط دي تعجيزيه، تبنى وجهه نظر منظمات المجتمع المدني وما اكثرها، الكل اعترض. عشان كده القانون منذ صدوره، القانون صدر بقاله سنه ونص حتى الآن لم ينفذ، يعني صدر القانون ولم ينفذ حتى الآن. ليه ما نفذناش القانون؟ قال لك الحجة، يعني سيادة النائب يمكن يعرف الحجة، أن لم تعلن اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن. ده كان ما كانش ده الحقيقة السبب الفعلي في تقديره، لكن السبب الأساسي أن كان في معارضة شديدة جدا في كل بلد كان سيادة الرئيس بيروح يزورها، كان بيقابل بسؤال عن منظمات المجتمع المدني، فكانت الأسئلة كتيرة جدا. في بعض المواد قالوا إن هي غير دستورية كتير، يعني حوالي 3 مواد أو 4 مواد قيل إن هي غير دستورية وإن هي بتحجم الحريات والكلام ده في هذا القانون، وخاصة قالوا إن القانون اللي بيشرف عليه واللي اللي عمله إن في رقابة جهات أمنية، وده اللي هو الغطاء الكلام اللي كان الانتقاد. طب ووضع الجمعيات الأهلية شغالة بالقانون القديم حاليا؟ الجمعيات الأهلية شغالة طبقا للقانون القديم، لكن في رقابة أكتر، رقابة صارمة. لكن القانون لم ينفذ حتى الآن، وده أول قانون يعاد إلى مجلس البرلمان قبل أن ينفذ. يعني الرئيس استخدم سلطاته وأعاد مشروع قانون كان مشروع. هو عايز يقول لي كمان في قانون تاني هنرجع تاني. التجارب السرية لم يصل إلى مرحلة القانون. كان لازال مشروع قانون لم يوقعه الرئيس. أعاده لكن الرئيس وقع القانون ده. طب الرئيس كان وقع القانون ليه؟ لأن البرلمان قتلوا بحثا زي ما سيادة النائب قال، والرئيس برضو مبدأ الفصل بين السلطات، رغم أن الرئيس رئيس كل السلطات. صحيح. إلا أنه الرجل ادى حق البرلمان واصدر التشريع لما لقى الاعتراضات، وكان فعلا القانون وقت اصداره كان فيه فوبيا، كنا خارجين من ثوره وكانت البلد غير البلد، البلد كان فيها يعني مصايب كتير، كان كل الدول بتحاول تلعب في البلد، كمان حاله الاجهزه الامنيه والتتبع كانت مش زي دلوقتي. لكن دلوقتي اقدر اقول ان الدوله فيها استقرار. صحيح. فيها امان، تقدر كمان تتتبع كل الحسابات. لا يضرنا الان ان احنا نعدل بعض المواد اللي هي عليها خلاف، واعتقد ده اللي هيحصل، فما فيش مشكله ابدا. احنا عملنا القانون ده لما كان فيه فوبيا ولم يقر القانون، لا اقر القانون ولم ينفذ، واعيد مره ثانيه هيعاد طرحه للنقاش المجتمعي، وتشكلت اللجنه بالفعل، واعتقد حوالي هم حوالي 6 مواد أو 7 مواد هيتعدلوا، وهتبقى الامور بعد كده سليمه تماما يعني. طيب سيادة النائب، قبل ما اروح استاذ جمال، كنت بتقول لي هل المليارات دي اتعادت بالنفع اللي جت للجمعيات الاهليه خلال الفتره من 2011 ل 2016؟ قلت لي هل عادت بالنفع على المجتمع ايه؟ منطقيا كده وعقليا لما يكون عده مليارات دخلت جيوب الجمعيات الاهليه لانفاقها على المجتمع المدني الحقيقي، يعني احنا بنتكلم على القاعده العريضه من الشعب المصري. صحيح. بنتكلم على تنميه مجتمعيه حقيقيه، بنتكلم على مشاريع صغيره ومتوسطه الصغر للمراه المعيله، عفوا للمراه المعيله في القرى البسيطه. هل متخيل ان كل هذه المليارات لو تم انفاقها بالفعل لهذا الغرض
كنا وصلنا اللي احنا فيه الان. ولا حد حاسب ولا حد حاسب حاجه ولا حد حاسب جمعيه واحده حتى بتشتغل في يعني الا من رحم ربي جمعيات تتعدوا بعدد صوابع الايد الواحده. انا مش عايز اذكر اسماء هي بس حقيقه هذه الجمعيات اللي حضرتك ذكرتها الان انا في قرى الصعيد وقرى محافظه قينا ومدينه نجع حمادي باجد هذه الجمعيات بتتحرك فعلا على ارض الواقع، بتعمل بتجيب سقف للبيوت اللي هي ليست إعادة تأهيل البيوت، توصيل المياه، توصيل الغاز، يعني بيساعدوا في ده. ولن تمتعد هذه الجمعيات أبدا في من القوانين الجديدة خالص. احنا ذكرنا كم رقم، احنا قلنا 52 ألف جمعية ويتجاوز هذا الرقم بقليل. المعترض على هذا الكلام لا يتجاوز 400 جمعية بس صوتها عالي. صوتها عالي، صوتها مدوي حتى خارج مصر. لكن أنا عايز أثير قضية في منتهى الأهمية. كان الأستاذ جمال ذكر ما يخص موضوع التمويل. القانون ده لم يصنع كده من الهواء أو من الماء، ده تم يعني عرض عدة قوانين خارج مصر وتم استسقاء المواد منها، منها القانون الهولندي والقانون الألماني والقانون الفرنسي والإنجليزي والأمريكي. يعني هل تتخيل أن في دولة محترمة في العالم ذات سيادة تسمح بدخول هذه المليارات دون رقابة؟ غير صحيح. هل لا يمكن كل اسم هذه الدولة؟ لا يمكن. عند الحديث من أحد السادة الأصدقاء المحترمين اللي هو أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ذكر، قال أنا ما عنديش مشكلة، هو كان يملك جمعية أهلية يعني هو والسيدة زوجته، قال أنا ما عنديش مشكلة في أني الأموال دي تأتي من مصر بس ما حدش يقول لي أنا تيجي منين وكم الأموال، لكن أنا هديك البرنامج الإنفاق بتاعي هقول لك أنا أنفقت في إيه، لكن جت منين ما تسألنيش. هل ده منطق؟ هل ده منطق؟ إحنا عايزين نتكلم في حاجة فوزي بيه، عايزين نضع سقف لهذه الامور الا وهو الامن القومي المصري. صحيح. وبعدين نتكلم في اي حاجه ثانيه، نتكلم في اي شيء. لكن حضرتك ذكرت ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ان اعتمد هذا القانون، يعني بعد ان صدق عشان يبقى التعبير واللفظ دقيق، بعد تصديق السيد رئيس الجمهوريه على هذا القانون وهو يطلب بنفسه اعاده طرح هذا القانون للمجتمع المدني واعاده الحوار حواليه على طاوله المفاوضات مره اخرى. أنا أقول في هذا الشأن عشان هو ده اللي عمل لغط إلى حد ما في الشارع المصري. ما يتاح لرئيس الدولة يا جمال بيه من معلومات لا يتاح إلى الجميع ولا يتاح لمؤسسات عديدة في الدولة باعتباره على قمة الجهاز التنفيذي وباعتباره رئيس مؤسسة الرئاسة. وخاصة أنه يأتي من خلفية معلوماتية، سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي معلوم للجميع أنه كان رئيسا للمخابرات الحربية. فإذا المعلومات المتاحة لي لا تتاح للعامة ولا حتى لبعض المؤسسات ولا حتى المؤسسة التشريعية. ثقة منا في هذا الرئيس وثقة في وطنيته التي لا يختلف عليها أحد، فما تتاح لي من معلومات أنا على يقين أن قرار عودة هذا القانون للطرح مرة أخرى بناء على معلومات وصلت إلى السيد الرئيس يعني ترقي هذا الطرح إلى مستوى إعادة النقاش مرة أخرى. يعني نقطة من أول السطر عشان ما نتكلمش في هذا الموضوع كثيرا يعني. وأنا أثق في رئيس الدولة ثقة عمياء، فأن السقف الذي تحدثنا عنه منذ قليل هو خط أحمر بكل تأكيد، هو الأمن القومي المصري. الأمن القومي المصري في يد أمينة تماماً. هذا خطابي للشعب المصري وللمؤسسات ولكل من هو موجود على أرض الدولة المصرية. هذا السقف الذي نتحدث عنه الآن ألا وهو الأمن القومي المصري في يد أمينة تماماً، وهي يد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات الحربية الأسبق ووزير الدفاع الجيش المصري الأسبق. من هنا نبدا نتكلم بقى على ايه القانون. كان في اعتراض يا جمال بيه وفوز بيه، كان في اعتراض على الواحد في المية. كان القانون بينص عن ايه؟ ان لما يكون في تمويل خارجي لاحد الجمعيات او حتى تمويل داخلي بيتم استقطاع 1% لصندوق اعانه الجمعيات الصغيره. يا جمال بيه عندنا في قرانا انا وجمال بيه كده هو في الصعيد في قرى ما عندهاش القدره الماديه انها تصرف على الجمعيه. احنا مش جمعيه كبيره بتتلقى 80 مليون دولار وبتاع والاسمان الارقام اللي بنسمعها من الخارج، لكن جمعيه بتعتمد على التبرعات البسيطه جدا من اهل القرى اللي حواليها والناس المقتدرين وشيء من هذا القبيل عشان تيجي في موسم الشتاء تجيب بطاطين للغير قادرين. قال لك ناخد 1% من التمويل ده للجمعيات دي. فاعترضوا اعتراض كبير جدا شديد المؤسسات العالميه او اللي هي مصادر التمويل سواء دول او كيانات اخرى. اعترضت تماما، قالت لك انا بدي الجمعيه دي تحديدا عشان برنامج محدد انا براجعه معاه. طيب يعني انا كان اقتراحي للاستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس جمعيه التضامن، احنا ما فيش داعي ان احنا نتشدد عند هذا المستوى. ولو هو معترض على هذا الكلام وبيطلب ممكن نطلب منه ان هو يطلع ونطرح عليه البرامج بتاعت الجمعيات البسيطه
قبل ما تديها قبل ما تديها لو انت عندك فعلا النيه بقى صحيح. اللي انت تتحدث عنها انك انت بتساعد في المجتمع المدني وعايز تعمل ارتقاء شويه للمجتمع ده اذا كان في نيه صادقه لهذا. ومع ذلك كنت لسه اليوم مع الدكتور عبد الهادي القصبي بنتجاذب اطراف الحديث والنقاش في هذا الشان فقال لي اذا كان الامور عند الواحد في المية دي خلاص نتنازل عن هذا الشرط مع انه كان هيحيي جمعيات صغيره شديدة الحاجة ويمكن كمان بتشتغل في حاجات بسيطة جدا الجمعيات الكبيرة ما ينفعش تشتغل فيها وبيلمسها المواطن العادي صحيح وبيصل لأماكن ما الجمعيات ما بتوصلش ليها بالضبط يعني. ومع ذلك إذا كان يعني الجهة المانحة أيا كانت الدولة أو هيئة أو غيره أو أي كيان إذا كان هذا هو يعني لا إحنا ممكن متنازلين يعني. متنازلين عن هذه الخطوة لكن زي ما قلت لحضرتك عدد كبير جدا من جمعيات الكاد يكون الضعف مليارات الجنيهات صرفت في هذه القصة لم نجدها على أرض الواقع لو أن هذه المليارات صرفت فعلا في وعاها الصحيح على المواطن البسيط من الشعب المصري يعني أعتقد أن الحال كان هيبقى أفضل بكثير من كل تأكيد وكان هيشعر بها المواطن دي رؤية العين يعني. طيب الحقيقة أستاذ جمال يمكن أنا عايز أتكلم مع حضرتك كمان على بعض النقاط الخلافية اللي كانت موجودة أيضا وهم شايفين إيه يعني فكرة الحالة 50,000 اللي حضرتك بتتكلم عليها دي يعني هم عايزين يرجعوا الأمر إنك عشان تعمل جماعة جديدة تدفع 10,000 جنيه بس بالضبط والقانون القديم بتاع سنة 2002 كان بيقول إن أنا أدفع 10,000 جنيه وأسس جمعية وبالإخطار وإذا أنا عملت الإخطار وزارة التضامن الاجتماعي ما ردتش عليا خلال 60 يوم ففي هذه الحالة يبقى اعتراف من وزارة التضامن الاجتماعي إن الجمعية أشهرت اشتغلت خلاص. من غير ما حتى ما اخد موافقة القانون الجديد بيقول ان الدولة او الجهة الادارية تدرس الاوراق وخلال 60 يوم ممكن تلغي الجمعية يعني تقبل او ترفض هم عاوزين ان خلاص انا اخترتك فخلاص ده يعتبر الزام مني فخلاص هم بيعترضوا على تدخل الجهة الادارية في الاوراق والسلسلة أوراق كتير بتطلب وعمليات فحص كتير جدا يمكن سيادة النائب قال أن عدد الجامعات في مصر وصل 52,000 فأنا بقول يمكن أنا سمعت حد مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي قال بالعكس ده وصلنا ل 78,000 جمعية موجودة في مصر ده رقم يعني كان تضاعف ثلاث مرات مثلا طب هو احنا في مصر هل المجتمع المصري يستوعب هذا الكم الكبير يعني دول العالم فيها ايه مفيش العدد الضخم ده مفيش العدد مفيش الكلام ده. العدد كتير في بعض الجامعات الحقيقه بتقوم بدور كبير في تنميه المجتمع صحيح. المحلي صحيح. وكلنا شايفينها ولامسينها الجمعيات ذات الصوت العالي اللي هي الجمعيات بعض الجمعيات الحقوقيه وجمعيات منظمات المجتمع المدني اللي هي لها علاقات كبيره المتصله باخواننا في المؤسسات هم اللي بيجيبوا الفلوس الكتيره اللي بالدولارات ودول الحقيقه اللي عملوا الزوبعه. انا عاوز اقول برضو ان اللي عمله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وانضم لراي سياده النائب شكرا. ده انتصار فعلا للدوله ولسياده الدوله وانتصار ان الراجل لما شاف ان في بعض الشكاوي استجاب ليها عدد كبير بس من هو أيوة الفكرة في إيه فتح أرجو ألا يفهم هذا الأمر خطأ لا أعتقد من جانب بعض الجمعيات الأهلية لأن إرادة الدولة المصرية مش ممكن يضغط عليها أبدا صحيح. فلازم يكون الناس فاهمين هذا الكلام هم الحقيقة فاهمين يعني. هذا الكلام والبعض النقاط الخلافية هي اللي هتتعدل وهيطرح للمجتمع المدني وهيطرح للحوار المجتمعي وكل الناس هتتكلم فيه بحرية والنواب هيتدخلوا لكن إذا كان في حاجات سهلة أن هي تتحل ايه المانع انها تتحل وده ثمره من ثمار المؤتمرات الشباب مؤتمر الشباب قبل كده هو اللي فجر انه يفرج عن بعض المحبوسين في السجون وخرج عده الاف حتى الان واستجابه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومازال القوائم بتتوالى دوله في العالم افرجت عن الشباب مؤتمر شباب العالم في قضايا الراي اكبر دوله ايضا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب للفتاه يوستينا ثروت لما قالت له ان استخدم حقك الدستوري وان في عوار في القانون ده قال لها انا معاكي وهنشوف وهنعمل بعد المؤتمر مؤتمر الشباب او مؤتمر شباب العالم ما خلص بيوم كان مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع خصيصا لهذا القانون وتم تشكيل اللجنه من وزاره الخارجيه ووزاره التضامن الاجتماعي ووزاره العدل الثلاثه بيدرسوا وهيدرسوا كل النقاط الخلافيه اللي في القانون اللي قابل للتعديل هيتم تعديله واللي مش قابل ولازم احنا نكون فعلا متيقنين ان اللي اتعمل على مدى 3 سنين عقب خروج الدوله
من ثورة ومن أحداث كلنا عارفينها وكانت الدنيا كلها قلاقل، أعتقد غير مناسب للي موجود دلوقتي. صحيح. دلوقتي الدولة فيها استقرار كامل، فيها دولة، فيها سلطة، فيها جيش، فيها شرطة، فيها يعني الدولة الحقيقة الحمد لله ربنا ديم علينا هذا الاستقرار. لا، الدولة مش محتاجة تقدر تسيطر على أي حاجة. فاللي كان كنا متخوفين به واتعمل زي ما قال يمكن سيادة الرئيس قال ان القانون وضع في وقت كان هناك فوبيا خوف على الدوله، فاتحطت بعض الشروط القويه يمكن شويه. لا اعتقد دلوقتي ممكن الحاجات دي نتخفف فيها وتبقى ترضي كل الاطراف، ويا ريت الجمعيات دي 78,000 جمعيه ينتشروا في ربوع مصر ويعملوا تنميه حقيقيه وتستخدم الاموال دي لتنميه حقيقيه. يعني ما احنا شايفين بعض الجمعيات عاملين حاجه رائعه في كل مصر، يعني جمعيه الاورمان والجمعيات دي عامله شغل كويس جدا. يا ريت كل الجمعيات دي تهتم زي ما تهتم بجزء الحريات، واعتقد هم لا يهمهم الا جزء الحريات. هذه الجمعيات اصحاب الصوت العالي، واللي عاوز يطلع على القضيه المشهوره قضيه التمويل الاجنبي يروح ويقرا ويشوف الشهادات. ارجو ان تتاح لكل الشعب المصري، فيها كان حاجات هدفها الاساسي هدم مصر. صحيح. وعشان تلحق ببعض الدول اللي انتهت. ده كلام كويس جدا. سيادة النائب، في مثل هذه الحالات اللي بيتم يعني في مجلس الوزراء عمل اجتماع، الرئيس طلب انه يتم اعادة طرح هذا القانون للنقاش المجتمعي، اللي بيتم من الناحية الإجرائية عندكم في مجلس النواب يعني؟ انا هجاوب حضرتك، بس انا عايز يعني اضيف نقطة بسيطة الى ما قاله الزميل العزيز والصديق المحترم جمال بيه، ان اعتقد ان الرساله اللي حابب يبعثها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مؤتمر الشباب بانه يعني قابل طرح الشابه بعوده النقاش لهذا، ان احنا دوله ليست منغلقه على نفسها. صحيح. احنا دوله منفتحه عن العالم كله، ودي رساله اعتقد ان ده تمام محترم لمثل هذا التصريح اللي اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. انت العالم كله بينظر في هذه اللحظة، العالم كله شباب من جميع دول العالم تقريبا 180 أو 185 دولة. أنت عندك 5,000 شاب، كل دولة في العالم بتنظر للشاب بتاعها حاليا في مصر بيعمل إيه من خلال مؤتمر شباب عالمي بيقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي. فليست هناك نظرة يعني من هذا الكم العدد من كوكب الأرض على مصر يعني أكثر من هذه اللحظة. فأعطى رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا مصر دولة ليست منغلقة على نفسها، ولكنها دولة منفتحة على العالم وتقبل الحوار وتقبل. وأعتقد ده مكسب سياسي يعني لا يقدر بثمن، ده رأيي الشخصي، وأعتقد يمكن حضراتكم تتفقوا معايا فيه. أكيد، بكل تأكيد. لأن ده بيلمس الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي الغربي بصفة عامة، بيدي انطباع أنا أعتقد أن كسبنا بيه مكاسب سياسية واجتماعية غير عادية لا تقدر بثمن. ده كلام مظبوط. فيما يخص السؤال اللي حضرتك طرحته عليا سريعا بقى أرجوك. حالا يا فندم، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني أعطى تعليمات لسيد رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة، اللجنة دي ستكون موجودة مع جميع الأطراف المعنية فيما يخص هذا القانون من خلال المجتمع المدني وغيره، وحتى الوزارات المعنية زي مثلا وزارة الشباب، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة العدل، ووزارة الخارجية وغيره. بعد ما ينتهي هذا الكلام إلى بعض تعليل بعض القوانين، سيتم إحالة هذا الكلام كله إلى البرلمان، البرلمان من خلال لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان واللجان الأخرى المعنية بهذا الأمر بتكليف من الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس. سيتم إعادة طرح هذا الموضوع داخل البرلمان، وسنتفق جميعا على يعني رؤية أو أرض وسط بحيث يخرج القانون زي ما قلت لحضرتك بالسقف الذي يرنضيه جميعا، وهو الأمن القومي المصري. وأي نقاط خلافية يمكن الوصول لها لسبب أن القانون الوضعي قبل النقاش والتعديل. صحيح. وضع الإنسان القانون الوحيد اللي مش هينفع نختلف عليه هو القرآن الكريم، لأنه دين سليم. شرفتوني جدا. شرفتوني جدا في هذا الحوار. بشكر حضراتكم جدا. أشكرك الأستاذ جمال حسين رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائية. شكرا جزيلا. كذلك أشكرك السيد النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. شكرا جزيلا. أهلا بحضرتك. شرفتوني في هذا الحوار. طيب بكذا مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام فقرات من القاهرة هذه الليلة. بكرة فريق عمل جديد وموضوعات جديدة، أما أنا فألتقي مع حضراتكم بإذن الله في الأسبوع القادم. تصبح على خير.